الاسكتلندي الدولي وقفوا لذكرى 40 عاما مضت على الحادثة التي كان فيها هذا الملعب الإبروكس ستاديوم، وبالتحديد في المخرج رقم 13 كان الجمهور السلتيك يأتي في مقدمة الترتيب ب 42 نقطة من 18 لقاء، بينما الرينجرز من 16 لقاء يأتي ب 41 نقطة في المركز الثاني، ولقاء بينهما يعتبر لقاء ثاني في هذا الموسم بعد فوز الرينجرز على أرض السلتيك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ب 117 مباراة، والتعادل بين الفريقين ب 84 مباراة، والفوز للسلتيك ب 96 مباراة. كرة في الأمام في الناحية اليسرى والمحاولة من التقدم من ستيفن وايت تاكر، وايت تاكر كرته تخرج إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة ركنية، تظهر الركلة الركنية الأولى في المباراة، ضغط من لاعبي عوبة أيضا من نفس اللاعب من ستيفن وايت تاكر، اللاعب اللي بدأ فيه بيرنيان، وهنا الضغوطات تبدأ، وهنا الحضور الجماهيري، الحضور الجماهيري الذي يؤثر تماما على المباريات في اسكتلندا، الحضور الأعداد الكبيرة، حتى الأعداد التي تتابع الفريقين. كرة ملعوبة ممتازة، الكرة تتخلص من الدفاع وتعود، والفرصة الحقيقية الأولى تظهر مع الدقيقة الخامسة، الكرة تتخلص تصل في الناحية اليسرى لسامرس اللي عائد كرة إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى، هذه عادة للمحاولة الرأسية من القائد، ولكن تتخلص بشكل جميل للمدافع الهندوراسي إيميليو إيزاكويري، والكرة تخرج وتصطدم في العارضة بعد رأسية ممتازة كانت من لي ماك في نهاية كأس العالم طبعا في السنة الماضية، نتحدث عن 2010. كرة ملعوبة في الناحية اليسرى والتقدم من القائد البوسني ساشا باباتش، والكرة العرضية لكنها تتخلص، تصل للريجرز أيضا مرة أخرى إلى باباتش، كرة ملعوبة ناحية فلاديمير ويسي، كرة تعود إلى ويسي مرة أخرى، والزاوية مفتوحة والمحاولة للتسديد، لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى، ضغط كبير على مرمى الحارس الإنجليزي فريزر فورستر من لاعبي رينجرز في محاولة لاقتناص فرصة أولى في المباراة، في محاولة للنيل ولضغط رينجرز، وهنا محاولات للتقدم الآن، محاولات لموازنة الكفة بين الفريقين خلال الربع ساعة الأولى من زمن شوط المباراة الأول. كرة تصل في الناحية اليسرى، الهندوراسي إيميليو إيزاكويري بالكرة العرضية، الكرة تصطدم وحارس المرمى يحاول اللحاق بها، بالفعل اللحاق على دفعتين، كرة في المنتصف، ممتازة الهجمة لصالح جيمينيز في الناحية اليسرى، والتقدم تصل ناحية كيني ميلر الهداف، لكن كرة مقطوعة تصل أيضا في الناحية اليسرى إلى ساشا باباتس للتمرير، ملعوبة من الناحية اليمنى أيضا في وجود رايا وتسل، رايا وتسل، التمريرة كانت عرضية من فلاديمير ويسي، وتغيير اللعب بشكل جميل من اللاعب السلوفاكي الدولي أدي عادة، لكن أيضا التسلل على ستيفن وايت تاكر كان واضح تماما، وركلة حرة غير مباشرة لصالح السلكاوي، العشق وحكاوي متابعة وحكاوي أيضا للتألق الدائم والمتابعة الكبيرة من الجمهور، وأيضا التواجد لكلا الفريقين. كرة إلى حياة جورجو سامرس، عرضية داخل منطقة الجزاء، كرة تتخلص إلى خارج من مجيد بقرة، كانت المحاولة في الناحية اليمنى، كرة تعود في المنتصف جوي ليدلي يحاول يتقدم، والتمريرة داخل منطقة الجزاء والانفرادية والتسديدة، لكن تدخل المدافع يبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب، تدخل المدافع في الوقت المناسب يبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب، شوفوا التمريرة الرائعة، كرة على قوس منطقة الجزاء تماما، ومحاولة للتسديد ولكن لا تنجح لتواجد المدافع، وهنا يأتي أيضا ركنيات، يعني محاولة التهديد تأتي مباشرة على مرمى الرينجرز، كرة عالية سامرس هنا في المحاولة، لكن كرة تخرج إلى خارج أرض الملعب، المتابعة كانت أيضا من ركلة مرمى، هذه عادة ركلة مرمى واضح ملعبهم تماما، ويظل سامرس جورجيو سامرس وحيدا، هنا الهجمة تأتي، الكرة مرتدة لصالح رينجرز، محاولة التمرير إلى كيني ميلر، ولكن أيضا يتدخل توماس روغني للمرة الثانية يتدخل في قطع الإمدادات عن كيني ميلر، كرة ملعوبة في الأمام الآن عالية داخل منطقة الجزاء، والتسديدة تأتي مباشرة، كانت أن تأتي مباشرة من ستيفن وايت تاكر، هذه عادة اللقطة، هذه المحاولة العرضية من فلاديمير ويسي، وكرة كانت
على 9-2010. نحن في 2010 2011 الرقم الوحيد اللي سجل هو اعلى نتيجه لفوز في الارض وهو الفوز بتسعة اهداف مقابل لا شيء. عرضيه عاليه للسلتكس والراسيه لكن الكره الى خارج ارض الملعب مع وجود متابعه من قبل حكم اللقاء. راسيه كانت من تشارلي مولبرو ولكن حكم اللقاء سيد تومسون يطلب او يشير الى وتحصيد النقاط في مباراتين مؤجلتين. اعتقد ان رينجرز في في في, في وضع ممتاز في وضع مميز للتواجد في صدارة البطولة ومن غير اي اضافات كده سادة بيعملها حكم اللقاء سيد تومسون وينهي شوط المباراة الاول. الشوط الذي بدأ مثيرا وانتهى بهدوء مع هذا الديربي الكبير ديربي رينجرز وسلتك في دوري الدرجة الممتازة الاسكتلندي بدون اهداف انتهى شوط المباراة الاول.